منك ده انا قصرت معاك في حاجه؟ انا مش عايز اتقل عليك يا حبيبي. اتقل عليا ليه؟ انت على طول اطلب، بس قبل ما تطلب ادعي. انا كل ما افتكر ان لسه في جامعه ومش عارف انت هتجيب مصاريفها منين اقول كفايه على الثانويه. لا يا سيادي، انت لازم تعرف ان انت هتكلم علامك، يعني هتكلم علامك. خلاص خلاص، وهتكلم علامك في احسن جامعات فيك يا مصر، جامعه السنجريه، وهتتخرج فران. فران برضه؟ فران متعلم متحدث. خد يا سيدي، هتاخد المجموعه 5 جنيه. حلو كويس. 5 جنيه؟ خلينا نتكلم بجد. اه بابا، يا 5 جنيه صحيح؟ ده انت يا دوب بس ال 5 جنيه دي تروح مسلم بيها على المدرب. خد يا هادي، امسك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا خالد. خلاص يا سيدي، خلاص خلاص كده، خلاص راحت المشكله. خلاص. ايوه لما تنزل لحضرتك بخصوص الورق. الورق. طب العلواء خلاص عرفته. خلاص خلاص، انا جاي في الطريق. ادينا جينا يا سيدي عند قصر عابدين، ورينا اتدخلنا ازاي. خلي الرجاله تفتش المنطقه ديت حته حته، طلع لي الواد ده بسرعه. اتفضل يا دقيقه واحده بس، والاستاذ جاي. انت مصدق نفسي؟ ده انت ذكي بقى يا عم فكري، سايل الورق وعينه عند الاستاذ سمير غانم نجم الكوميديان عشان ما حدش يسك. هي دي الدماغ. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا استاذ سمير. اهلا اهلا. كفايه يا بوس، انا معجب بيك خالص والله، خالص معجب بيك. والنبي صوره صوره بقى صوره. انت انا بحبك قوي خالص. لازم البوس. بص الصوره كده، بص عشان ممكن تقلع النضاره عشان خاطر الناس يعرف انا مين. لا ما هو انا لو قلعت النضاره مش هيعرفوني، انا معروف بالنضاره. عادي، في النضاره هيعرفوك ان انت الاستاذ سمير حبيبي. ده انا بحبك خالص والمصحف. مش البوس اهو النب. ولازم تضطر. يا سلام، دي بص بص دي انت عارف دي بقى، خد دي يا استاذ سمير. والمصحف الشريف هعملها وجع على البيت عندنا، مش وجع على التليفون كمان. ده انا معجب بحاجات كتيره وبتاع، والنبي خدنا نمثل معاك. وفرصوتة اخرج انتيكا اتعلم سينما في امريكا يرقص بانجو تيكا بيكا بيكا. فطوطة بيرقص بانجو؟ امال ده كان زمان، دلوقتي بيرقص ترامادول. حصل والمصحف يا نهار ابيض، والمصحف حبيبي والمصحف. انا مصدق نفسي والله، انا مصدق نفسي. فكرني انت بايام الشباب. والله يا خبر ايه والله، اغنيتك العظيمه بقى اللي كانت بتخليني اوف، خليني ببقى نايم بثرثح من العياط. غنوتي؟ اه الغنوه اللي بتاعت من اللي قال ان الزمان ملوش في امان يا عيني. مش انا ده الاستاذ سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني؟ السنجراني مين؟ اسكندراني. السنجراني امال انت مين؟ أنا سمير برضو، بس لا اسكندراني ولا صبري، أنا سمير غانم. أنا نايم طول الليل والورق في حضني. هو صحيح مشهد واحد في الفيلم، بس مشهد يقش، مشهد ماستر سين. أنت عارف أنا جاي أصلا عشان. لا لا لا، شوف المسائل المادية دي ما تهمنيش. أنت سيك. قيمة الدور. أنت سيك، أنت فنان من الفنانين اللي هو فنان منذوي. الله يخليك. خلاص بقى. ما نعمل مع بعض بروفا. استنى الدور اهو. يا ريت الدور اهو مع انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت؟ لا، ادوار البثوات دي. ما انا ايه يا استاذ سمير؟ اسمع. ايه يا استاذ سمير؟ انزل بس ما تشوشرش. اخلص يا عصمت يا كلبه. الدنتايه طلعت نسايه يا استاذ سمير، دي صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟ سيبني انا بتعايش مع الدور عشان اطلع حماسي. فرجني بقى على حماسك وطالع. المتزودون عارفه ليه بس المتزودون؟ خلاصي انا وثقت فيكي واديتك كل اسراري، تطلعي اسراري بره اتضح انك مجرمه ودبل ايجنت. جملتك ها؟ القصاص ها؟ جملتك دلوقتي. انت بتعمل معايا كده ليه؟ جملة. انت فاهم معايا كده ليه يا ذو كذابه؟
الفلوس عمت عينيك يا كلبة يا دور. يا تتمير تتمير انزل انزل تحت انزل نام على وشك. انام على ايه؟ على وشك. وشي؟ اه انا باثق فيك خلاص يا حبيبي. ده تمثيل عشان حماس. ما انا خايف التمثيل يقلب حماس. ما انت نام على وشك. هنام على وشي خلاص. وتسحف وتمسك رجلي. انت لازم تموتي، لازم تنتخنقي. انت سبب المصايب. انت مش بنتي، انت مش بنتي، انت بنت. الله يا استاذ كمل كمل. بنت مثلا بتروح من ساعات. بنت اختك بنت اختك بنت اختك ولا بنت؟ ما ينفعش عشان الخط ده. بنت بنت السلطان. اوعي. الله، ايه يا استاذ سمير؟ ايه ايه ده؟ ما شاء الله، ده حلو قوي. عجبك؟ اه. ده متن ايه ده؟ ها؟ متن ايه؟ اه تلك يا مجرمة. استاذ سمير استنى التليفون. تليفون. الو. ايوه. دي الشركة بتاعتك. يبقى لسه الشركة والله بتعمل عمالة في عيبك. الو. انت حر بقى. اهلا اهلا يا حبيبي. لا الورق زي الفل. الراجل بتاعكوا عندي. ده راجل طيب قوي قوي. بيبص في كل حتة في الشقة اللي انا. نعم؟ الفيلم؟ ليه؟ لا 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 والله لا. انا شخصيا كنت اعتذر يعني، بس زي ما تقول محرج شوي. يا سيدي فيلم راح فيلم يجي ولا يهمك. انا تحت امره. مع السلامه. يلا بقى نكمل بروه بقى يا استاذ سمير. يلا نكمل بروه بقى اللي هو ادي ايه الفيلم بح. ايه ده خلاص؟ صبرناه كده خلاص؟ هينزل امتى؟ خلاص؟ طب ليه؟ انا مش عايز فلوس. انا عايز اسمع تسقيف الناس. عايز اشوف نظرات الحب والاعجاب اللي بتتابعني وانا رايح وانا جاي. عارف المشاعر دي عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا عايز ارجع اتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان. ما تقولش كده يا استاذ سمير. ده انت قاعد، ده انت مخور في قلوبنا. انت جاي مع مين اساسا؟ انا فتح يا استاذ سمير غانم. تفتح مين؟ انا فتح جاي عشان خاطر الورق بتاع الراجل اللي مرمي في المستشفى. ورق ايه؟ الورق بتاع القتيل اللي مرمي في المستشفى دوت. قتيل؟ اه. مين؟ يا سعيد. سعيد ده اللي هيجيب الورق؟ امر يا استاذ. خد صوفيا لورين دي وطلعه بره. ايه ده ايه ده؟ هي كده يا استاذ سمير؟ خلاص؟ خلاص كده حماسك قل خلاص؟ على فكرة انت كده بتخسر واحد من جمهورك. عارف لو جمهوري كله بالمنظر ده بناقص مش حماسي. يا كومبارس يا ابني خص عليك الله يكسفك. خلاص يا عيني خلاص. دي تاني مكالمة وتطلع في زنك. الموضوع ده شكله كده على بعضه فاكس خالص. اصبر فاكس. اصبر بس. اسمع بس مني انا واسيبي مني. انا خلاص بقى عايز اسيب حاجه ده قاعده اتنفس. عايز اروح اسيب بحر بحر ولا اسيب سفلتور اخر. هي سفلتور البحر يا خالي. يا عم خلاهم سفلت البني ادمين. سفلتور البحر. لا يا سيدي ما سفلتوش البحر. اصبر انت بس خلص امتحاناتي ونقع على المكالمه التمام. نقفش ال 2 مليون ونصيف في احلى حته في مصر. اسكندريه. مبارات. اسماعيليه. عصيان. ايه يا خالي الاحباط ده؟ هنروح فين بقى؟ عايز انت الطوال وحضرتك يا روح. انا اقول يا هدي احنا من زمان واحنا معداش مع بعض كده قعده خاله وبنته وابنه. مفيش اي غراميات؟ بس بقى يا خال بقى. يعني ما اغتصبتش واحده من صحابك مثلا؟ مره كده يا ولدي. يا ولدي كده يا ولدي. طب ما نمت مع واحد صاحبك؟ ايه يا خالي انت بقول لك ايه؟ ما تقوم تعمل مكالمه كده على ما اصور ورقه الدرس واحصلك. خلاص الصبح. لا دلوقتي يا خالي. الصبح والله خلاص. فكر في 2 مليون عشان خمسه. خلاص حاضر. بجد؟ خلاص الصبح. زيرو واحد. خلاص خلاص زيرو واحد كده خلاص. بتسأل على الورق؟ ايوه 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 الورق موجود. تعالى في اي وقت. مفيش اي وقت. قول لي عنوانك فين واجي لك فورا جزيلا. فرع البنك اللي في مول السعاده. هتسأل على الاستاذ سعيد.
انا كنت طالعه لك عامله لك سندوتش ليا بالمسقعه تستاهل حنكك حنكك. تعالى جوه. بس بقى خلاص بقى عشان خاطر الوقت بس يعني ارجع ورا شويه خلاص هاكل ده وانا ماشي خلاص كل حاضر خلاص هاكل ده بالهنا والشفا يا تتحت. ايه هدي انت مالك انت كابس ليه كده؟ الله. بالهنا والشفا يا تتو. مساكر خالص مساكر خالص. دي ليه تخرف على بعضها سربتها لك من ورا امي؟ سربت ليه امك من وراها؟ ايه هادي انت ايه كابس ليه؟ الواد بس واقف ما ينفعش الواد صغير. طب كل حاضر حاجة كل يا حبيبي كل حاضر حاجة حاجة وانا ماشي عشان خاطر افتكر ايه هادي هادي وبعدين الله قول يا حبيبي حاضر هاكل بس وانا ماشي في خاطر ابقى ايه عايش على الذكرى خلاص امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب عادي ايه يعني زبيب هاتي وشك انا هضربها يا خالي ضربك كده إيه انا هضربها ضربه واحده ايه ادم خلاص هادي خلاص هادي انت بتقولي برجلك يا هادي والله ما سايب برجلي انا هو اللي بتزقني زحزح يا هادي ايه خلاص بس بتمسي يا تاريخ دي حتى يا ضوع يا ابني انت طفل ارجع يا وزي خلاص بلغت طب افول اقصى لا والمصحف والله بص مش هينفع والمصحف على خاطر عشان خاطر الواد معايا مش هينفع الواد مش ما بيعونش على اهاوي خالص هجيلك مره ثانيه باذن الله يلا سلام قمت بقى وانا ورايح وانا جاي الناس بتبقى عايزه تمسك فيا سايب لك حاجه كبيره قوي حب الناس انا ممكن اسيب المنطقه دي خالص خالص هجيب حب الناس ده منين تاني في اخالي وقفت ليه؟ خلاص يا هادي مالك؟ خلاص مالك؟ السندوتش اللي عملته لي فل خلاص ليه طمها مبهدله بطني خالص انا لو سبت الغازات يا هادي اللي في بطني هطير في الفضاء بص الحمام اهو يا خالي خش انت الحمام وانا هروح على البنك اسال على الاستاذ سعيد ماشي؟ حاضر خلاص ماشي يا خالي؟ خلاص اسال على الاستاذ سعيد خلاص سندوتش ثم قاتل اكيد حرام اكيد الله يخرب بيت ليت امك يا فلان